مباراتا البرازيل والبرتغال لابد أن تستقطب جماهير في سوق واقف، وهناك سنذهب مع مراسل التلفزيون العربي هديل نماس. هديل، يعني سوق واقف كما تحدثنا من قبل أصبح نقطة التجمع للجماهير باختلاف أهوائها، كيف هي أجواء وتحضيرات المنتخب البرازيلي خصوصا هناك؟ محمد، يعني بعراقة المنتخبات التي تخوض مواجهات تكون حجم هذه الجماهير التي تبدأ من هنا من سوق واقف، ويبدو أن مشجعو ومحبو جمهور منتخبات البرازيل والبرتغال هم الأكبر. معنا أحد المشجعين الذي نعتقد أنه قطع مسافة طويلة للوصول إلى هنا. من أين جئت ومن تشجع؟ جينا من أستراليا بس أصلنا لبنانية. وشو شو من تشجع؟ الفريق برازيل. جئت لحضور مباراة اليوم، كيف ترى الأجواء هنا، أجواء قطر في المونديال؟ الجو هون بقطر حلو كتير والله. إلا جينا بارح بس كل يوم ما في أحسن من قطر. شكرا. يعني الجماهير تستمر بالتوافد هنا إلى سوق واقف لتبدأ بالتسخين، تسخين الجماهير لتشجيع منتخباتها. قلنا أن البرازيل والبرتغال لديهم جمهور كبير وعريق، لا نلاحظ هذا ونشاهد الأعلام التي يرتديها هؤلاء المشجعين وأزياء مختلفة تعبر عن ثقافات هذه الدول. نقطة التسخين الرئيسة في سوق واقف على أمل العودة إلى هذا السوق مع احتفالات عارمة تستمر حتى أوقات متأخرة، كجمهور المغربي الذي غادر ساحات سوق واقف في ساعات الفجر، يعني الساعة 4 و5. قالوا لنا أصحاب المحلات أنهم غادروا، الجمهور المغربي الذي استمر بالاحتفال رفقة الجماهير العربية. واليوم في حال فازت إحدى هذه المنتخبات التي تخوض مواجهات خاصة البرازيل والبرتغال، ساحات السوق ستشهد احتفالات أخرى تستمر حتى ساعات متأخرة. هديل لماس، يعني إما الاحتفال وإما الخيبة، لربما مباراة البرازيل لن تكون سهلة، وحتى قمة البرتغال لن تكون سهلة مع الأوروغواي في آخر مونديال على ما يبدو لكريستيانو رونالدو. شكرا جزيلا لك هديل لماس، مراسل التلفزيون العربي من سوق واقف.